لما بنسافر اي مصيف اكتر حاجه بتعقدنا اننا بنلاقي الناس كلها اجسامها مشدوده جدا، البنات بطنها مشدوده، الولاد عاملين عضلات السكس باكس وبرده يعني جسمهم مشدود جدا، وده بيعقدنا وبيسبب لنا احراج كبير. لكن النهارده انا جايه اقول لكم في 4 خطوات بس ازاي يكون عندنا بطن مشدوده جدا علشان نكون مستعدين لفورمه الساحل. اهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. لو انت جديد في القناة ما تنساش تعمل اشتراك علشان توصلك كل الفيديوهات، وسيبلي اي سؤال تحت الفيديو وانا هجاوب عليه، وعلشان لسه مشكلة الاشعارات موجودة فلو تقدروا توصلوا الفيديو ل5000 لايك هكون مبسوطة جدا، علشان الناس اللي مش بتقدر توصلها الفيديوهات تقدر تشوف الفيديو من خلال لما انتوا بتعملوا لايك على اي فيديو، الفيديو بيوصل لناس اكتر وعدد اكبر بكتير من الناس. بالنسبة ل4 خطوات اللي انا هقول لكم عليها، قبل ال4 خطوات لازم اول حاجة يكون عندنا نسبة دهون قليلة في جسمنا او نسبة دهون قريبة من النسبة المثالية. دي هنعرفها ازاي؟ ان احنا هنروح اي صيدلية ونقيس معدل الدهون ونشوف الدهون في جسمنا عاملة ازاي. المفروض في الولد النسبة تكون من 6 ل13%، اما بالنسبة للبنت المفروض تكون من 14 ل20%. يبقى احنا هنروح نقيس معدل الدهون ونشوف هل معدل الدهون بتاعنا قريب من النسبة دي ولا لا. اول حاجة لو معدل الدهون ده مش قريب يبقى احنا نحاول نبدأ نظبط جسمنا، نعمل دايت، نعمل رياضة بحيث ان احنا نقلل نسبة الدهون، وتتابع برضو يعني تروح تقيس في الصيدلية كل شوية لغاية لما تلاقي معدل الدهون قريب من النسبة اللي انا قلتها دلوقتي. طيب لو معدل الدهون في النسبة دي او بيقارب النسبة دي يبقى نقدر على طول نعمل ال4 خطوات اللي انا بقول لكم عليها. اول خطوة وهو تمرين البلانك او اللي بيسموه تمرين اللوح الخشبي. التمرين ده مهم جدا جدا لانه بيقوي الجسم كله وبيستهدف عضلات البطن مباشرة زي ما انتوا شايفين قدامكم. التمرين ده ممكن تعمله مثلا من 10-20 ثانية وتبدأ تتدرج لغاية لما توصل لدقيقة او دقيقتين في اليوم. بجد لو عملتوا التمرين ده كل يوم مرتين، مرة الصبح ومرة بالليل، على مدار فترة قليلة جدا هتلاقي عضلات بطنك بقت مشدودة بشكل رائع، وهتبقى مبسوط جدا جدا من النتيجة. حاجة مهمة جدا وهو ان انت تمشي. المشي ممتاز جدا جدا، يعني لو مشيت كل يوم نص ساعة ده كفاية جدا علشان تقدر تشوف نتيجة افضل والجسم يبقى مشدود بشكل كبير جدا. طيب لو انت مثلا عايز تمشي، ممكن تمشي عادي في مثلا بتمشي في النادي، بتمشي في التراك، بتمشي في على مثلا جهاز المشاية في الجيم، اي حاجة من الحاجات دي هيبقى كويس جدا. طيب لو انت ما عندكش امكانية ان انت لا تطلع برا او مثلا تروح الجيم، يبقى افضل حاجة ان انت في موقع حلو جدا جدا ورائع اسمه ووك ات هوم، هسيب لكم اللينك تحت الفيديو. تدخل على الموقع ده في فيديوهات مشي كتير جدا بتتراوح من ربع ساعة او تلت ساعة لحد نص ساعة، ودي هتبقى يعني كمية ممتازة. لو انت عملت كل يوم مشي بس نص ساعة، مع الوقت هتشوف برضو نتيجة كويسة جدا مع تمرين البلانك، هتوصل لافضل النتائج. تالت حاجة وهي حاجة مهمة جدا وبتكلم عنها كل مرة، شرب المية وشرب الشاي الاخضر الاتنين مع بعض. المية تشرب على الاقل 2 لتر في اليوم بما يعادل 8 كوبايات مية، ده هيكون ممتاز جدا علشان برضو تشوف نتيجة حلوة. والمية مفيدة اصلا، غير انها يعني مفيدة للجسم بتعلي الحرق بشكل كبير. حاجة الشاي الاخضر، الشاي الاخضر ممتاز برضو وبيساعد جدا على انه يعني يرفع معدل الحرق وجسم يبقى شكله حلو. الشاي الاخضر هتشرب 2 كوباية مرة الصبح ومرة بالليل. الانواع مثلا ممكن تستخدم نوع زي ازيس، نوع زي ليبتون، بس في كل الاحوال تبعد تماما عن شاي رويال، تبعد تماما عن شاي رويال لانه بيعمل شلل في الامعاء. طيب لو عملنا ال3 خطوات دول، ان احنا بنعمل تمرين بلانك، ان احنا بنمشي، ان احنا بنشرب ميه شاي اخضر، ومش شايفين نتيجه، يعني برده لسه في حته كرش صغيره موجوده، الحل في الموضوع ده ان احنا نروح مثلا في عيادات العلاج الطبيعي بيعملوا حاجه اسمها كافيتيشن او بيبقى ليها مسميات تاني، وهم يعني
بيستخدموا أجهزة بتساعد على حرق الدهون أو يعني أنهم يتخلصوا من الدهون في الأماكن دي، لأن الدهون دي بتسمى دهون عنيدة جدا، فمش بتنزل بأي حاجة غير لو محتاجة جهاز يساعدها أنها تختفي من الجسم بشكل جميل. بس في نصيحة خاصة مني، لو أنت مش هتلتزم بعدين هترجع تاكل تاني، يبقى الكافيتيشن ملهوش اي لازمه ومش هيجيب معاك نتيجه. يوم ما تروح تدفع فلوس علشان تعمل حاجه زي الكافيتيشن او ايا كان المسمى، يبقى المفروض ان انت هتكمل في نظامك وتكمل في نظام صحي علشان تحافظ على النتيجه اللي وصلت لها. لكن لو ما عملتش الكلام ده يبقى الكافيتيشن ملهوش اي لازمه. وبكده ابقى وصلت لاهم نقطه في الفيديو، وهو انك ازاي تقدر يعني يكون عندك بطن مشدودة وتبقى جاهز لأي فورمة ولأي مصيف بتمرين البلانك وبتمشي نص ساعة وبشرب المية والشاي الأخضر. لو التلاتة خلاص مش نافعين ممكن نلجأ لحاجة زي الكافيتيشن، بس الأهم إنه يكون معدل الدهون في جسمك زي النسبة اللي قلت عليها. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، لو عجبكم الفيديو متنسوش تدعموني باللايك وسبسكرايب، شاركوا الفيديو مع أصحابكم، وأشوفكم إن شاء الله في معلومة جديدة. أشوفكم في أحسن صحة وأحسن حال. باي باي.